بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حل المعادلات. حل المعادلات هنتكلم على الدرجه الاولى، حل معادلتين انيتين من الدرجه الاولى في متغيرين باستخدام الاله الحاسبه وبرضو هناخد اولا هناخد حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين بس بالآلة الحاسبة، وبعد كده هناخد برضو هنتعلم ازاي نشتغل على معادلة الدرجة التانية برضو بالآلة الحاسبة. أول حاجة أنت بتعملها إيه؟ بتجيب الآلة الحاسبة، بتاعتك، ادي الآلة الحاسبة اهيت، بتفتحها اول ما بتفتح الآلة الحاسبة بتاعتك بتبقى بالشكل ده، هي الآلة الحاسبة من النوع ده. شايف النوع بتاعها اهوت، عشان دي بتدعم حل المعادلات من النوعية دي او اي نوعية بتدعم حل المعادلات. فانت لما بتفتح الآلة الحاسبة بتبقى بالشكل ده، الشاشة بتاعتها يعني. فبتعمل ايه عشان تدخل على المعادلات؟ بتتك على مفتاح مود، المود اللي هو ده اهو، تتك عليه يديك الجدول ده. بتبحث عن كلمة EQN اللي هي اختصار لكلمة equation، equation يعني معادلة. بتبحث عليها، شوف هي هنا رقم كام؟ 5 اهي، رقم 5 شايفها، 5 اللي هي دي equation يعني معادلة. يبقى هنتكي على رقم 5 اهو، شوف رقم 5 عندك فين في الآلة الحاسبة اهو، اضغط عليه 5 اهي، هضغط على اختار رقم 5، ادتني انواع المعادلات. المعادلة الاولى اللي هي ان اكس زائد بي ان واي بتساوي سي ان، دي معادلة من الدرجة الاولى. ان ده ثابت اللي هو بنسميه الف، وبي ان ثابت اللي هو بنسميه ب، وسي ان اللي هو بنسميها سي. يبقى ديت معادلة من الدرجة الاولى في متغيرين اللي هي دي الأولى دي. طب دي رقمها كام؟ رقمها واحد اهو، رقمها واحد. يبقى أنا هضغط على رقم واحد عندي في الأرقام اللي تحت دي اهي، هضغط على رقم واحد اهو، ادت لي المعادلة، ادت لي المعادلة في صورة ايه بقى؟ جدول. الجدول دي في ايه؟ وفي بي وفي سي، السي اللي هو الجيم، والبي اللي هي الباء، والاي اللي هي الألف. هناخد بقى زوج من المعادلات ونحلهم حل آلي باستخدام الآلة الحاسبة بنفس، أنا جهاز الآلة الحاسبة إيه؟ هنشوف المسألة بس بسرعة كده. بيقول لك أوجد جبريا، وليكن هناخد أي زوج من الأزواج اللي قدامنا ديت. أوجد جبريا في ح في ح مجموعة الحل كل زوج من المعادلات الآتية باستخدام الطرق، طريقة الحذف إحنا هنقول باستخدام الحاسبة، هنقول باستخدام الآلة الحاسبة. والنتائج عندي اهيت في الكتاب، هنشوف هل هتطلع. ناخد مثلا وليكن رقم 2 دي، رقم 2، رقم 2 بتقول ايه بقى؟ المعادلة الأولى الألف فيها بإيه؟ بأربعة، والسين الباء فيها بسالب واحد، والجيم بخمس. يبقى دخل بقى أني الأرقام بتاعتي، الايه ديت الايه بي عندي اللي هي الالف بي أربعة، أربعة يبقى انا هكتب أربعة اهي، أربعة. شوف هضغط على رقم أربعة، أربعة. شوف الأربعة اتكتبت هنا اهي. طب عشان ادخلها هنا اهو في الخانة بتاعتها دي اللي هي في الجدول، اقوم ضغط على يساوي، يساوي دي اهي، ضغط على يساوي. شوف راحت فين الأربعة، راحت فين الأربعة اهي،
تحت الايه؟ جت تحت الايه؟ طب البي، البي عندي بكام؟ بي سالب واحد اهي، هضغط على سالب اهي وواحد اهو، واضغط على اهي بقت سالب واحد اهو. شوف اما انا هضغط على يساوي هتروح الواحد فين؟ اهو ركز، اهو ضغطت على يساوي قامت راح الواحد سالبين، راحت سالب واحد هنا. طب السي عندنا بكام؟ او اللي هي الجيم دي الف ودي باء ودي جيم، الجيم عندنا باتنين، يبقى انا هضغط على اتنين اهو، شوف الاتنين محطوطة فين دلوقتي؟ هنا تحت اهي، هضغط على يساوي هتقوم راحة فين؟ اهي راحت هنا. دي كده بيانات المعادلة الأولى. طب المعادلة التانية بقى هنكتب برضو بياناتها، بياناتها هي ايه؟ الاتنين والواحد، الألف باتنين والباء بواحد والجيم بسبعة. يبقى أنا هضغط على اتنين برضو تاني، بضغط على اتنين تاني. شوف لما احنا كتبنا الأربعة والسالب واحد والاتنين التقيت الكرسور بتاعي جه هنا، أو الحاجة اللي أنا يعني اللي هتقبل الكتابة اتنقلت لوحدها مباشرة تحت الألف. فعشان اكتب بيانات المعادلة التانية، شايف دي المعادلة التانية، شوف راحت فين الكرسي اللي انا هكتب فيها اهو، دي المعادلة التانية. اما دي المعادلة الاولى، الاولى خلاص كتبنا ارقامها، التانية هنكتب ارقامها بقى. الاول اول رقم عندي الالف، الالف بايه؟ باتنين، يبقى اكتب اتنين اهو، اتنين ويساوي اهي، شوف مجرد ما كتبت يساوي راحت فين. طيب التانية واحد صاد، الباء الباء بالصاد بواحد او ادا واحد، شوف الواحد مكتوبه فين، مجرد ما بكتب بضغط يساوي هتروح جنب الاتنين هناك اهي، بقت الواحد هنا. طب الجيم بكام؟ بسبعه، يبقى اضغط على السبعه واكتب يساوي، بقت ايه السبعه هنا اهي. خلاص ايه، بعد ما ضغطنا على دخلنا السبعه بنعمل ايه بقى؟ بعد ما دخلنا السبعة بنضغط على يساوي، ضغطت على يساوي شوف كتب لك ايه بقى. بعد ما خلصنا البيانات كلها بتاعت المعادلة الأولى والمعادلة التانية، كتب لي هنا اكس يساوي الاكس اللي هي السين تساوي، شوف تساوي كام في آخر الشاشة؟ واحد ونص. يبقى السين بايه؟ بواحد ونص اهو الحل اللي بتاعنا. طيب ونضغط تاني يساوي، ادت لي الواي بتساوي أربعة، الواي بأربعة اللي هي الإكس. طيب هنراجع تاني المسألة ديت، راجع تاني يلا معايا بقى. السين أربعة، آدي أربعة، الصاد سالب واحد، سالب واحد، الجيم بخمسة، ادي الخمسة، دي المعادلة الأولى. التانية نقل على طول اوتوماتيك على التانية اهو، السين في التانية بإيه؟ باتنين، ادي اتنين، الصاد بواحد، ادي الواحد، الجيم سبعة، ادي السبعة. خلاص خلصت كله، اضغط ساوي اهو، السين الاكس اللي هي السين طلعت باتنين، نفس المسألة اللي احنا كنا بنحل فيها اياك، احنا كنا دخلنا حاجة غلط اهي، المسألة رقم اتنين قدامنا اهي، اتنين اهي شايف اهي، الناتج طلع بكام؟ باتنين وتلاتة اهو. السين انا ضغطت ادت لي الاكس اللي هي السين باتنين، نضغط كمان يساوي، نضغط اللي يساوي تاني كمان مرة، ادت لي ايه؟ اهي واي بتساوي تلاتة اهو، الحل بتاعنا اتنين وتلاتة. خلاص هناخد كمان مسألة تانية بسرعة اهو، تتكي يساوي تاني، جابت لك المعادلات من جديد. هناخد المسألة رقم خمسة، هي الأخيرة ديت، ونشوف الناتج بتاعها او الناتج بتاع مقدمة نوت سالب واحد واتنين، ندخل بيانات صح بقى. أول حاجة المعادلة الأولى، السين
خلي بالك هنا عكس لك الصاد والسين، عشان هناخد احنا السين، السين بسالب تلاتة اهي، سين سالب تلاتة ادي سالب، بضغط على السالب تلاتة، سالب تلاتة اهي، واضغط يساوي، طلعت سالب تلاتة مكان السين. طب الصاد باتنين، يبقى اضغط اتنين ويساوي، راحت الاتنين هنا، الاتنين جت هنا، دي سالب تلاتة دي اتنين. لسه الجيم، الجيم من هنا بكام؟ بسبعة، سبعة، يبقى اضغط سبعة اهي، كتبنا اهي السبعة كتبت اهي، يساوي ام الدخلة فين؟ هنا دخلت، هنا دخلت السبعة فوق هنا في المعادلة الأولى. المعادلة التانية اهي، التانية السين بكام؟ باتنين، والصاد بكام؟ بتلاتة، وكام؟ أربعة. يبقى أضغط على اتنين أهي، اتنين أهي ظهرت، يساوي دخلت الاتنين هنا، والصاد بتلاتة، تلاتة ضغطت عليها أهي ظهرت، هتخش هنا لما أضغط يساوي. بعد كده أربعة، أضغط أربعة أهي اللي هو الجيم، وأضغط يساوي، راحت في مكانها فوق أهي. ان ضغطت كمان يساوي هتديني قيمة السين، وان ضغطت يساوي تاني هتديني قيمة الصاد. اضغط يساوي اللي يساوي اكس اهي قدامك، الاكس اهي بتساوي ايه؟ سالب واحد اهو، ادي السين بسالب واحد اهي، السين اهو سالب واحد. نضغط تاني كمان يساوي، ادتني اي بتساوي اللي هي السين، يعني بتساوي اتنين، سالب واحد واتنين. يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نحل معادلتين آنيتين باستخدام الآلة الحاسبة. هننتقل بقى نشوف معادلة الدرجة التانية ازاي بنحلها برضو بالآلة الحاسبة. هناخد اي مسألة، وليكن في المسألة ديت اهي، مسألة رقم سبعة دي هنحلها بالآلة الحاسبة اهي، رقم سبعة دي اللي هي دي اهي، دي هنشتغلها بالآلة الحاسبة. ازاي بقى نفتح الآلة الحاسبة على معادلة الدرجة التانية؟ بضغط مود، مود، وندور الدرجة التانية اللي هي ألف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم، ألف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم بتساوي صفر، هي دي المعادلة اللي حسب. يبقى مبدئيا أنا أختار الإيكويشن، الإيكويشن يعني معادلات، يبقى أضغط على رقم خمسة، قبل الإيكويشن خمس، أضغط على خمسة، إدت لي أنواع المعادلات اهي. هبحث على الحاجة اللي فيها اكس تربيع اللي هي سين تربيع وسين وجيم اهي، شوف دي a اكس تربيع زائد ب اكس زائد سي، الاي اللي هي الف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم بتساوي صفر. ولاحظ هنا ان كله في طرف واحد، لكن في المعادلة اللي كانت من الدرجة الأولى أهي لسه قدامها هي اللي هي رقم واحد دي، السي اللي هي الجيم كانت بعد اليساوي، فوأنا بدخل الأرقام بتاعتي أنتبه لأن لازم تكون الجيم في الطرف الثاني من اليساوي، والسين والصاد في الطرف، سين وصاد في طرف والجيم في طرف. طب إذا كانت الجيم وياهم يبقى أنا بغير إشارتها وأنا بدخل الأرقام بتاعتي في حل معادلة من الدرجة الأولى. شوف الدرجة التانية عندي مكتوبة ازاي، سين تربيع سين سي جيم بتساوي الصفر، يبقى أنا باخد معادلة الدرجة التانية بحيث إن يكون كل الأرقام بتاعتي في طرف واحد، واللي في الطرف التاني هجيبه غير إشارته. يبقى هنا أنا هختار رقم تلاتة عشان آخد معادلة الدرجة التانية، تلاتة
ادتني كده دي معادلة الدرجة التانية، يبقى ال A وال B وال C أو الألف والباء والجيم أخليهم كلهم في طرف واحد، واللي هيبقى في الطرف المختلف هغير إشارته. أهي مسألة بالسبعة بتقول ارسم ده ومن الرسم أوجد في الفترة دي، فاحنا هنحلها بالآلة الحاسبة ومن الحل هيطلع ليا الحل بتاعنا. مفيش له حل دي. طيب نختار واحدة يكون قدامها حل عشان نبقى متأكدين ان احنا بنشتغل. مفيش عموما، هي الطريقة كده مضبوطة، لكن عايز تكون مقتنع اكثر. هناخد مسألة محلولة هي اللي هي دي، ارسم بيانيا ومن الرسم، طبعا حلها هيبقى في الاخر، هنطلع النتيجة في الاخر ونقارنها بالنتيجة بتاعتي. هي النتيجة هتبقى النقطة دي والنقطة دي، النقطة دي نقطة التقاطع. انا عندي المسألة بتاعتي اهي، اهم حاجة اللي انا هاخد بيانات الالف بواحد والب باتنين والجيم سالب ست، كلهم في طرف واحد، يبقى انا باخدهم باشارات. لو لقيت الجيم دي في الطرف التاني يبقى هغير اشارات في المعادله من الدرجه الاولى، لازم تبقى هي في الطرف التاني باخدها باشارات. لو كانت هي دول في المعادله الاولى يبقى بنغير اشارات في المعادله التانية. ننتبه بس عند التعويض، يبقى السين تربيع بواحد والسين باتنين والحد الجيم ب، يبقى ندخل بياناتنا السين بايه بواحد، سين مع اللي هي الألف مع عمل السين تربيع هو واحد، يبقى ده واحد الألف بتساوي الجيم الباء باتنين، اتنين يساوي الجيم سالب ست، سالب ست هي سالب ست، مجرد ما نضغط يساوي بتروح الست فوق اهي، نضغط يساوي بقى تاني هتديني حل. يبقى الحل الأول سالب واحد زائد جذر سبعة. تعالى كده نشوف الحل اللي بالسالب، طيب الجذر سبعة ده عشان تكون في الصورة، يعني جذر سبعة هيبقى ما بين الاتنين والتلاتة، لأن جذر التسعة بتلاتة وجذر الأربعة باتنين، فلما تضيف سالب، لما تضيف موجب الجزء ده مع السالب هيديني الحل ده، يبقى ده اللي هو الحل الأولاني ده اللي هو ده، دي اللي هو ايه سالب واحد زائد جذر سبعة. طيب الحل التاني نضغط يساوي هيديني الحل التاني اللي هو سالب واحد سالب جذر سبعة اللي هو ده، ادي سالب واحد سالب جذر سبعة اللي هو الحل ده. يبقى احنا كده حللنا مظبوطة، وممكن تشوفها في اي مسألة عندك تجربها، تجرب الاتنين. نشوف كمان واحدة تانية، نشوف لك مسألة محلولة. هذه مسألة هي مسألة محلولة اهي، اللي هي هناخد ألف فيها أهي، دي مسألة اهي محلولة، أدي الألف محلولة اهو، وأدي الناتج بتاعها هنا، دي الناتج. المسألة ندخل مود equation ناخد خمسة، وناخد اللي هي التانية ديت تلتة تلاتة، دخل بياناتنا يلا، سين تربيع معاملها واحد
س تربيع معاملها واحد، س تربيع معاملها واحد على الواحد ندخله، و س سالب خمسة السالب خمسة نبغي تساوي، و السالب ستة اللي هي الحد المطلق سالب ستة يساوي كده. خلاص دخلت واحد سالب خمسة سالب ستة، الحل بتاعنا اهو ستة وسالب واحد، نضغط نساوي كده اهو، ادي الحل الاولاني ستة، نضغط تاني يساوي حدين الحل التاني كمان يساوي الحل التاني سالب واحد، اهو ستة سالب واحد. يبقى كده عرفنا كويس ازاي نحل المعادلات من الدرجة الاولى ومن الدرجة الثانية باستخدام الآلة الحاسبة. واي استفسار ارجو الاتصال، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.